يا اخر الشيط شو حوالك؟ في بحبوحة؟ وضعك ماشي؟ ان شاء الله مظبط بتفي حالك. طب هالازمة تضلك ماشي يا اخر الشيط؟ يا اخر الشيط قلك شغلي بعد شغلك فيك تديره؟ حاسس قلبك نار بتغلي صاير قرش الجيب زيرو. يا اخر الشيط قلي شو وضعه برادك؟ مطفي مشحر كله فاضي بطيخة رياس بلادك بعد قرعة سودة فاضي. يا أخ رشيد يا أخ رشيد مش معقولي كيف قادر عجريك تهدي أحلامك سودة ومقتولي كيف تتعذب هالقد. يا أخ رشيد من دمعة قلبه المحروقة رد علي وجوعه ماشي عم ببكي بلادي المسروقة اللي صارت تسوى مشي كله من ابن البندوقة. هيك خلي اخ رشيد خرفان بعبد السرماي المن مجرور الصدف جاي هيدا المجوي هو وصهره جاب الموطنة للنهاية عم بكفي اخ رشيد. يلي بتخافوا الله وينكن يا اهل الضمير؟ لو والله نحن مشحرين بس نحن الشعب بنحب نكون مرتب. بدكن ايانا نشلح بالزلط؟ هيك بتحبوا نكون؟ ولا ناكل من المزابل؟ ولا نموت على ابواب المستشفيات؟ طلعوا باخرة الازمان ساعة زفته مشؤومة ميشو عوعو جبران خرية كلبه مقسومة دمع كفة اخر شيء هودي الاخرة اخر شيء. وين رئيس الجمهورية؟ وين النواب؟ وين الوزراء؟ عليكم تلاقوا حل على الناس. حرام عليكم حرام. حموا العالم حرام. مش شغلتنا لازم نموت بالشارع يخرب آخر الدكلات. حموا الناس. حموا الناس. حموا الناس. أنا بدي أطلع. أنا بدي أطلع. خليني هون على نار الشباب. لا الثورة. لا الشيء. أنا اشرب ماء يا عم يلا.